تشرفت. عملت ايه يا خيب الرجا؟ يا فلحوس زمانك. ما تقولي ليش فلحوس؟ ده انت فلحوس ومنحوس وملحوس وملبوس كمان. عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. وبتقولها بجلطة كده وفشخرة؟ اش حل لو عملت؟ بس انا قلت عليك عبيط، تعرف من متى؟ وانت لسه حتة لحمة حمرا صغيرة كده، وانت بقى اثبتت كلامي لما كبرت، طولت فبقيت طويل وهبل برضو. وطبعا زودها عليك عمك سليم، ربك تربية خلى عودك كده مخوخ وطري. عم سليم مالوش صالح يا عمتي، مش كل حوار بناتنا تحشري في وسطينا. ماشي، اثبت لي بقى ان هو ربك تربية صح، اعمل اللي بقول لك عليه. انا عملت اللي عليا يا عمتي، ما لقيتوش، دورت عليه في البلد كلها ما لقيتوش، اعمل ايه؟ الاقيه عافية؟ اهدى، انت ليه على طول بتتكلم وانت جرفان كده؟ وانت تجري في بلد اصلا خايب، واني بقى اللي هبله. قلت عليك ايه في الاول؟ فارس متعلم ومتنور راح ينفعني. على رأي المثل، اش تعمل المشطة في الوش العكر. اول مره تقولي حاجه صح يا عمتي. ها قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه، المثل اللي قصده. انا ماشي. اهدى امشي، ولا غور مشاش في ركبك. واني فهمت بقى قصدك ايه؟ كتكنيله ده انا احلى منك ومن ابوك، وانتوا عارفين كده. طويل وهبل كتك مصيبه. الو، ايه ياسمين؟ ايه انا اتكلمت مع مامي واقنعتها انك ترجع تعيش معانا تاني. الله على الاخبار الحلوه. انت مش متخيله ازاي انا مبسوط دلوقتي يا ياسمين. ربنا يخلينا لبعض. بقول لك ايه، انا هخلص كل مشاويري وهاجي لك على القصر بالليل. ها اوكي، هستناك. باي. عاجبك اللي حصل ده يا شيخ هارون؟ لا ما يعجبني. اهو كل الخساير دي من تحت راس الشغل معاكم. انا بيت اتخرب يا شيخ هارون. لا ما تجيبهاش فينا غندور، ما تجيبهاش فينا. احنا نعرف ونحمي رجالتنا زين. انت اللي اخترت من الاول ما تشتغلش تحت خيمه سيف بيه، واخترت انك تشتغلي بعقلك. ماشي، عموما ما حدش بيتعلم ببلاش. نويت عليه زي ما بيقولوا، من خرج من داره تقل مقداره. وبصراحة أنا ناوي أرجع أشتغل مع العطارين، وعفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. وحقك هتسيب يحيى العطار يعلم عليك؟ تريد حقك ولا ما تريده؟ طبعا يا شيخ هارون، أنا لو بإيدي أكل العطارين بسناني واحد واحد، بس أنا مش قد الناس دي. ولو قلت لك إن معاك وفي ظهرك لحد ما تاخد حقك، بس شفت يا رجب البلطية وهي بتودع العربوط في المية؟ ده اسمه الحب ياض، بس انت هتعرف الحب منين؟ حب ايه بس؟ ده العربوط شكله غشيم، واضح كده ان هو مش مالي عينيها. مصيرها تلقى اللي يملى عينيها ويعوض على اللي يملي. نزل ايدك كده بدل ما اقطعها لك. يا شيخ علي ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن القراميط والسمكه البلطيه. انت مالك؟ والله في سماه، لو جبت سيره اهل بيتي على لسانك تاني نكتبك. واحد الله يا شيخ علي، اليتيم ما غلطش في حاجه. بجيب سيره اهل بيتي على لسانه وتقول لي ما غلطش حاجه؟ قسما عظم لو تنتوها تاني نرميكم في البحر. قد الكلام؟ أنا مش هرد عليك. عارف ليه؟ عشان أنت مسؤول مننا لحد ما نرجع. بس لما نرجع يبقى وريني بقى أنت قد الكلام اللي أنت قلته ده ولا لا. اتكل على الله يا شيخ علي. اقعد يا يتيم، اقعد. يا غندور، وانا مش ليا حق عندك يا يحيى؟ يحيى وحق؟
حق يا ابو حق، تشرب حاجه ولا يا غندور؟ انا عايز حق الخشب اللي اتحرق وحق علاج سيد، ولو مش ناوي يحيى قول لي وانا اجي اخد حقي بمعرفتي. لا طبعا ناوي. ناوي اعرفك لما تتكلم مع يحيى العطار تتكلم معاه ازاي، والمره كمان اعرفك اصول التهديد عشان انت طلعت غشيم قوي في الحكايه دي. ادهم زين صالح العطار. ادهم تمام، يعني ان شاء الله في خلال اسبوع الورق والبطاقه هيكونوا جاهزين. مبروك علينا يا جهان هانم. شاهد ممكن تسمعني وما تقفليش؟ عايز ايه يوسف؟ شاهد انا تعبان، تعبان ومحدش بيحس بيا ولا بيفهمني غيرك. ممكن اتقل عليكي؟ كان نفسي اقولك تقل براحتك، بس للاسف المره دي مش هينفع، عشان انت مهما حكيت وقلت يا يوسف مش هنسى ان في جواك قلبي جه عليا وكسرني. اللي كان جوايا مش هينفع يركع يا يوسف حتى لو انا وانت رجعنا لبعض. فيا شهد انت مالك بيتي قاسي كده ليه؟ انت زمان ما كنتيش كده. عشان انت نسيت يا يوسف، نسيت ان انا انسانه بتعب وبحس. طب انت عارف انا كنت راضيه، والله العظيم أنا كنت راضية، بس تعبت عشان أنا بني آدم. طب خلينا نتقابل، أنا عايز أتكلم معاكي. وتقابلني ليه؟ إيه الجديد يعني؟ ما أنت هتقول نفس اللي بتقوله كل مرة، الفرق بس إن المرة دي هيبقى متزوق ومترتب شوية الكلام مش أكتر. يوسف افتكر إن أنت هتنساني أول ما تقفل المكالمة دي، ولا تنساني ليه؟ هو انت من امتى اصلا كنت فاكر اللي انت فيه ده يوسف شويه حنين على تأنيب ضمير، حب امتلاك يعني مش اكتر؟ شاهد انا كنت مستني الوقت المناسب. وقت مناسب؟ تصدق ان انا عمري ما فهمت معنى الكلمه دي. الا ايه هو الوقت المناسب ده؟ يعني شكله يعني بيبقى عامل ازاي؟ الوقت المناسب ده يوسف ده اختراع، انت بس اخترعت عشان تداري بيه كدبك. شهد انا نفسي نبقى مع بعض. كويس. وبعدين؟ بالظبط كده. هتفضل ساكت زي كل مرة. لما تبقى تعرف المرة دي انت عايز ايه مني، يبقى كلمني يوسف. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه، وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني، دي مش اول مره. وأكيد أنت فاكرة اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكرة يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. يبقى قابليني. جرى إيه يا نوح؟ أنت مش واثق في الشركة ولا إيه؟ أنا أساساً ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والأمان اللي كان موجود في السوق أيام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه، على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت
وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي، كانت هتهدى. بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. بس ده سمك كتير حواليه. لا لا لا، ما يعرفهمش. هو اللي جاب نفسه، كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط اهله وناسه، لحد ما اترمى في حضن عارفه ضيق. كان لازم يعني يتقرع عنه وعمل فيها فالح، أو ترمى في حد ما يعرفش في حد ولا حد أصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الأمر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك قدر، ما هو أكيد يعني مش عارف أكتر من الحكومة. صح، أنت صح أبو صبر. قول لي بقى، أشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاتنين يا باشا. صح، وعلى إيه الدور؟ يا يحيى عطار. يحيى عطار؟ جرايه يا غندور، انا مش كنت من يومين يحيى بيل عطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه، قول لي عايز ايه وهات من الاخر. اخر مره لما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله، خير البر عاجله،
وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك. ولا مستني سيف العزاز ياخده لك؟ لا. انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حقه. مش هسيبك يا يحيى! هاي مش هسيبه يا يحيى! أيوة سيدي، قلت لي بقى إنك عايزني في موضوع مهم، بس أنا ما سألتكش. الموضوع ده مهم بالنسبة لي ولا بالنسبة لك؟ لينا إحنا الاتنين. إحنا الاتنين؟ وماله؟ أنا طول عمري بحب المركب اللي أنا فيها تفضل ماشية، عشان أنا كمان أفضل ماشي. وبصراحة ما قدرتش أسكت أكتر من كده، عشان كده جيت لك. مقدمة مش بطالة، كمل. أنا بقالي كام شهر بحذر عبد الحميد بيه من سياسات إدارته للمجموعة، لأني كنت عارف ومتأكد إن هي هتنهار. بس للأسف هو ما سمعنيش. يعني أنت كان عندك طريقة تمنع بيها اللي حصل؟ ولسه في إيدينا الموقف. نقدر نحل الأزمة والمجموعة تقف على رجليها في خلال شهرين لو عملنا التعديلات المطلوبة في سياسات إدارة المجموعة وفي الصفقات اللي بتمضيها دلوقتي. مش كده وبس، أنا كمان عندي خطة تخلي المجموعة ترجع تنافس في الأسواق العربية زي ما كانت أيام زين العطار. أنت خريج إيه؟ أنا خريج تجارة، بس كمان دارس إدارة مشروعات وعامل ماجستير فيها. واضح جداً. أنا جاي لحضرتك النهاردة عشان تقنع عبد الحميد بيه إنه يقوم بالتعديلات المطلوبة عشان المجموعة تقف على رجليها من تاني. مسيد، أنت دماغك حلوة أوي وعجبتني، وما انكرش انك خطفتني قوي عشان كده انا مركز معاك. دي شهادة اعتز بيها. انا ليه رأي تاني خالص، او تقدر تقول رأي تالت خالص. انا هننفذ الخطة دي بكل حذافيرها، بس بالعكس. بالعكس ازاي؟ يعني بدل ما تساعد مجموعة العطار انها تقف على رجليها، هتساعدها انها تقع وتبقى الوقعة الاخيرة. هي اوريدي بتقع، المركب كده كده بتغرق. تنط من المركب وتتأكد انها غرقت، وبعدين هتلاقي مركب تانية ترميلك طوق النجاة. وشغلك؟ ماله شغلي؟ التغطيات المالية اللي انت محتاجها هتتصرف فيها ازاي؟ وانا هستفيد ايه؟ مش قلتلك دماغك حلوة؟ بص يا سيدي، اجابة السؤالين دول إجابة واحدة. أنا بعرض عليك منصب المدير المالي لمجموعة سيف العزازي، وكده أنت هتستفيد من المنصب والفرصة، وأنا هستفيد بكل الخطط بتاعتك دي في مجموعتي أنا، وكده يبقى زيتنا في دقيقنا. وأنا موافق، بس في شرط واحد عشان الكلام ده كله يتم. إيه هو؟ تقطع صلتك بالعطارين. تمام، من بكرة هقدم استقالتي لعبد الحميد وكل متعلقاتي في المجموعة هسلمها. أنا مش بتكلم عن عبد الحميد، أنا بتكلم عن بنت زين مراتك ياسمين. الشرط الوحيد إنك تبقى معايا تطلقها. بس يا مولانا، هي دي حكايتي كلها. يا ولدي، دي ولا الحواديت؟ وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف والله، بس يعني هفضل ادور عليها لحد ما اوصلها. انت ممكن تيجي معانا؟ قصدي يعني ان احنا دايرين نلف
وقدامنا ليالي كتير هنحيها. وانت اللي علمتنا يابا نساعد الغربة في طريقهم. الجدع غريب يعني. بصراحة لو جيت معاكوا ده هيسهل عليا كتير، بس اللي هيبقى فيها مشاكل. مشاكل ايه يا ولدي؟ مفيش مشاكل، انا كده كده كنت هقول لك. بس هي راوية بنتي يعني سباقة بالخير، طريقك بيجي طريقنا. انا مش عارف اشكركم ازاي. علي ربنا يرزقك ساعة اللقاء. من زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغاية ما بكينا شبهه ولونه طفح على جلدنا، حبسنا جواه غصب عنينا مش بمزاجنا، اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيدي الحكم. طردنا من ديارنا، شردنا وبقينا زي الملعونين. بس خلاص جا اليوم الرجالة، جا اليوم اللي كل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل، الحكم ده ظالم. وتشردتنا دي وتوهتنا في الأرض دي لازم يدفعوا تمنها غالي وغالي قوي، هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول، قابل ان احنا نحميله بضاعته. وسيبت ليه في الدار دي عشان ادهالنا يا كبير؟ ليه المصلحة والمصلحة تحكم، والحظ رماها في حجر. وانا مش هقول لا، خلاص يا رجالة خلاص، عهد الجبل ولا هنسيب الجبل ومش هناخد منيه غير قلبه الصواد، وضرنا هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين، هنرجع النهاردة منصورين. يلا رجالة يلا. للأسف التحاليل كلها بوزيتيف. أنا قلبي كان حاسس. طبعاً إحنا لازم نتمسك بالأمل لحد آخر لحظة. قدامي وقت قد إيه؟ مفيش حاجة بعيدة على ربنا يا مدام بسمة. المرض ابتلاء، والابتلاء اختبار وحب من ربنا. ونعم بالله. بس دكتورة حضرتك لازم تقدري ظروفي. أنا محتاجة أعرف أنا هعيش وقت قد إيه بالظبط علشان ألحق أرتب حياة عيلتي. حضرتك قولي لي لو أنا قدامي سنة أو شهر أو يوم حتى عشان أعرف أعيشه صح. أنا لازم ألحق أرتب حياة ابني الوحيد وجوزي. أنتي بتسأليني في حاجة يعني في علم الغيب، أنا فعلا ما عنديش إجابة. طبيعة المرض ده إنه ممكن تحصل الوفاة في أي مرة بيغمى عليكي فيه، والإغماء بيحصل لك وبشكل متكرر وبدون موعد. أرجوك يا دكتور إحنا ممكن نسفرها لأي بلد بره يكون فيها أحلاك. صدقيني احنا هنا هنعمل نفس اللي هيتعمل بره بالظبط،
الموضوع مش موضوع تجهيزات طبية ولا إمكانيات، الموضوع إن المرض ده نادر جداً ومفيش له أبحاث علمية حتى الآن مؤكدة في طبيعة العلاج. شكراً جداً يا دكتورة. لازم أشوفك تاني الأسبوع الجاي، ولو حصلت أي حاجة اتصلي بيا فورا. مسعد وهدان المحمد. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى، ومش هتاخد الدار دي اللي على جثثنا. المشكله مش في جيتاتكم يا عزيز، المشكله اني ما عنديش وقت ادفنكم. يا موسى هتقتل اخواتك؟ مين اللي بيتكلم؟ تعال تعال ما تخافش. مالك متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتوا؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. القعده اللي قعدناها في الجبل خلتنا غيركم يا ولاد زين وسلامه. القعده اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوة، علمتنا ما نعرفوش الرحمة. من هنا ورايح الدار دي داري ملكي، فرصتكم الوحيدة عشان تنفذوا بجلدكم انكم تمشوا، يا إما تموتوا كلكم. بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا.